طيب هل التيفود معدي؟ قلنا ان التيفود ما هو الا عباره عن بكتيريا بتيجي من الاكل الملوث او الماء الملوثه او الاحتكاك بشخص مصاب. علشان كده معظم المطاعم المحترمه بتحلل للناس اللي بتشتغل فيه علشان لو حد مصاب يتعالج من السالمونيلا طيف. علشان الشخص المصاب لو شغال في مطعم هيعدي كميه كبيره من الناس، واغلب الناس اللي هتخش تاكل هيجي لها سالمونيلا طيف بسبب ان الشخص ده حامل للمرض، وممكن ما يكونش ظاهر عليه الاعراض بس هو حامل للسالمونيلا طيف، هيبدا يعدي ناس كتيره بس ما بيكون ظاهر عليه الاعراض بتاعه السالمونيلا. طيب ايه هي التحاليل المعتمده اللي ممكن اعملها علشان اتاكد هل انا مصاب بالتيفود ولا لا؟ في البدايه كده تحليل الفيدال تيست ده من اشهر التحاليل اللي بتتعمل ومعتمده في معظم معامل مصر علشان تشوف التيفود، بس المعامل الكبيره ما عادتش بتعمله ومش معتمد عندهم. طيب ليه؟ علشان نتيجه التحليل ده بتتاثر بعوامل كتيره جدا ممكن تكون اصلا مش متعلقه او مش مرتبطه بالتيفود اصلا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن الشخص يعمل التحليل ويلاقيه بوزيتيف ويلاقي ان هو عنده سالمونيلا طيف، والشخص ده مش ظاهر عليه الاعراض وما عندوش اصلا السالمونيلا طيف، وده راجع لاسباب كتيره جدا. هتقول لي زي ايه؟ زي مثلا ان الشخص كان مصاب بالتيفود قبل كده فالنتيجه تطلع بوزيتيف، او ان الشخص بيستخدم ادويه مضاد حيوي كتير فالمضادات الحيويه بتطلع التحليل نيجاتيف وان الشخص ما عندوش تيفود بس في الحقيقه الشخص مصاب بالتيفود والاعراض ظاهره عليه، او ان الشخص يكون خد تطعيم ضد التيفود فالنتيجه تطلع بوزيتيف وهو ما عندوش تيفود اصلا. طيب والحل ايه؟ الحل اننا نعمل مزرعه الدم اللي هي البلاد كلشر، وديت بنعملها علشان نعرف البكتيريا المسببه للحمى ايه. لو طلعت سالمونيلا طيفة في البلاد كلشر دي يبقى الشخص ده عنده التيفود ومحتاج ياخد علاجه، لو ما طلعتش في المزرعه ديت بيكون الشخص ما عندوش تيفود ومش محتاج ياخد علاج التيفود. او نعمل مزرعه النخاع العظمي اللي هي البون مارو كلشر، وده ادق تحليل لتشخيص حمى التيفويد. او نعمل تحليل الليزا، وده مش بيشخص انت مصاب بالبكتيريا ولا لا، ده بيحدد انت حامل للبكتيريا او معرض للاصابه وظهور الاعراض ولا لا، وللاسف ده غالي شويه علشان كده مش بيتعمل كتير.